اليوم الحكومة في موقف حرج جدا منذ بداية التصعيد في بين الجانب الفلسطيني وكذلك بين الكيان الصهيوني الغاصب. اتخذت الموقف الدبلوماسي اختصر عمل الحكومة أو وآلية تحركها على البيانات الخجولة، البيانات التي لا تلبي رغبة وطموح وكمية الحزن الذي يمر به الوطن العربي بصورة عامة والشعب العراقي بصورة خاصة. أنا أعتقد أن الحكومة العراقية لا تستطيع السيطرة على تلك الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية والقواعد التحالف الدولي في العراق. اليوم شاهدنا الحكومة المركزية قالت بأنها ضد توسعة الحرب وضد الممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني، لكن في واقع الأمر نجد أن هنالك استهداف للقواعد الأمريكية من أناس هم جزء من هذه الحكومة. اليوم من يسيطر على الحكومة هو نفسه من يمتلك قواعد مقاوماتية. طيب لذلك أنا أعتقد أن مجال المقاومة هو للرد على الكيان الصهيوني من خلال الضربات لشركاء الكيان الصهيوني هو أوسع من رد الحكومة العراقية.